إذن إن شاء الله نتابع الجزء المتعلق بالميكانيك، دونك فيما يخص الامتحان الوطني 2019 الدورة العادية، دونك شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية، مسلك العلوم حياة الأرض، مادة العلوم الفيزيائية. إذن نبدأ على بركة الله. لدينا جزئان مستقلان، الجزء الأول والجزء الثاني. إذا تعتبر الحركات، إذا التمرين التالي، تعتبر الحركات المستقيمية والمستوية والتذبذبية أنواعا مختلفة للحركة. تتعلق هذه الحركات بطبيعة الأوساط التي تتم فيها وبنوعية التأثيرات الميكانيكية التي تخضع لها وبالشروط البدئية. يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة متجلس خاضع لقوة ثابتة، دراسة حركة جسم صلب خاضع لقوى متغيرة. هذا الجزء الأول، دراسة حركة متجلس. دونك هنا يلج متزلج حلبة أفقية أب بي أو الشغل، ننتج متزلج لوازمه بجسم صلب أس كتلة أو مركز قصوري جي. أولا تتم حركة جسم أس على الحلبة أب بي باحتكاك مكافئ لقوة ثابتة أف لها منحة معاكس لمتجهات السرعة، إذا كما تلاحظون في الشكل. لدراسة حركة أس على المسار أب بي نختار معلما أو إي مرتبطا بالأرض نعتبره جاليليا لحظة مرور جي من A أصل للتواريخ تي 0 إيكال 0. نمعلم موضع جي عند لحظة تي بأفصاله إكس في هذا المعلم. عند اللحظة تي 0 إيكال 0 إكس جي تساوي إكس 0 تساوي 0 شكل واحد. إذا هنايا معطيات، عندي إف أو عاطينك إف، عندي إم كتساوي 70 كيلوغرام، جي كتساوي 10 متر في السكونت موان 2. إذا أولا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن اثبت المعادله التفاضليه تحقق الافصول اكس جي. اذا بالنسبه للقانون الثاني لنيوتن خصنا مراحل الاربعه، المجموعه المدروسه جاره القوى، تعبير القانون الثاني والاسقاط على المحور او اكس، ومن ثم سنحصل على تعبير التسارع ا، ثم سنحصل على المعادله التفاضليه التي تحققها الافصول اكس. إذا أك تساوي الشقاق الثاني ديال إكس على دي دو تي أو كاري إلى آخره. إذا هنايا عندي هنا مجموعة مدروسة الجسم أس، جرد القوى عندي دي عمود على إكس، ثم عندي إف عندي القوة ديال الإحتكاك عاكسة لمنحة الحركة، ثم عندي تأثير السطح. إذا ثم غندير الإسقاط على المحور أو إكس. إذا نكتب هذا الجواب. إذا عندي المجموعة المدروسة جسم S، ثم عندي جارة القوى، عندي P P وزن أو بالأحمر دونك هنايا رأسية، عندي R تأثير السطح الأفقي، عندي هنا R N تأثير السطح، إذا عندي المنظمية وعندي المماسية، إذا R تساوي R N زائد F، ثم عندي F تأثير قوة الاحتكاك، إذا عندي هنا P، إذا عندي P وعندي السطح. بالنسبة لتأثير السطح هنا فيه المنظمية والمماسي. بتطبيق القانون تاع نيوتن في مرجع غاليلي عندي بي زائد ال ان زائد اف تساوي ام اش جي. اذا هنا عندي الاسقاط، اذا بالنسبة لبي على او اكس عطيني صفر، ال ان عطيني صفر، اف عطيني ناقص اف تساوي ام اش جي. اذا اسقاط على المحور او اكس كما قلت، اذا هنا عندي اذا ا، هنا عندي ا كتساوي ناقص اف على ام، و ا هي الشقاق الثاني ديال اكس على دي تي او كارو كما قلت. اذا هذا هي المعادله التفاضليه. اذا فاش يقول لك معادله التفاضل باكس فاش تلقى ا، دونك فاش تلقى التعبير ديال ا مثلا هو هذا، غادي تعوض ا بالشقاق الثاني ديال اكس على دي تي او كارو. نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي، حدد طبيعه حركه جي، احسب ا جي تسارع حركه جي. طبيعه الحركه هنا بما ان التسارع ثابت هنا ويخالف الصفر، اذا الحركه مستقيميه متغيره بانتظام. فيما يخص التسارع، بما ان عطيني جميع المعطيات يمكن لي ندير التطبيق العددي مباشره من خلال العلاقه التي حصلنا عليها. اذا التسارع اش جي هنا هو ناقص اف على ام، ونديرو تطبيق عددي، هي ناقص 70 على 70 ناقص 1 متر في سكونت موان 2. اذا هنا غتكون هذه الحركه متباطئه بانتظام لان السرعه موجبه والتسارع سالب. اذا السؤال الموالي 3-1، يمر المتزلج من أب السرعة في أ تساوي 25 متر في سكونت موان 2، ويقطع المسار أب بي خلال المدة الزمنية 4.4 سكونت. إذا هنايا دونك سينطلق بسرعة بدئية،
ويستغرق هذه المدة. بين أن المتزلج لا يمكن تفادي السقوط بعد المواضيع بي. إذا هنايا خصنا ما يمكنش ليه يسقط، لا يمكن تفادي السقوط، رجع الشكل هنا لا يمكن تفادي السقوط. إذا هنا باش يمكن ليه هنا ما يطيحش، دونك هو جاي في حركة هنا، إلا بقى غادي راه غادي سيسقط هنا، ولكن هنا باش ما يسقطش السرعة ديالو شحال خاصها تساوي ليا هنا، خاصها تساوي ليا صفر، دونك هنايا خاص هنا يتوقف، باش خاص يوقف هنا، باش ما يسقطش خاص يوقف هنا. إذا إلا وقف يعني السرعة كتولي كتساوي صفر، دونك هذه نقطة معلومة مهمة جدا. إذا السرعة في بي خاصها تساوي ليا صفر، إذا غنمشي نحسب السرعة في بي ونشوف كانت كتساوي واحد العدد، يعني راه مازال غادي، مازال غادي في حركة، كتساوي صفر سيتفادى السقوط. إذا هنا غنمشيو ندير الحساب، بالنسبة هنا غادي نمشي ناخذ المعادلة ديال السرعة في بي كتساوي أ فوا تي زائد في زيرو. صافي، وعندي تي راه هي عندي المدة تي بي راه عندي ما كاينش مشكل، وغادي نحسب في بي ما عندناش إشكال هنايا، نمشي معادلة السرعة، إذا نعقلوا على هاد النقطة هادي. إذا نبين هنا المعادلة ديال السرعة هي هادي، هي غنديرو تطبيق هنايا، عندنا كلشي عندي أ عندي تي عندي في أ قاير في بي، في بي كتساوي 20.6 درهم. إذا في بي تخالي الصفر، إذا المتزلج لا يمكنه تفادي السقوط بعد المواضيع بي، إذا سيسقط. إذا أمر إلى السؤال الموالي. السؤال الموالي ثانيا، يمر المتزلج من النقطة بي بسرعة في بي ويسقط وفق سقوط حر على سطح الأرض الذي يوجد على ارتفاع اش كيساوي بي 6 كيساوي 3.2 متر من الحلبة أبي في المواضيع بي ديال أفصول إكس بي. إذا نمشيو نرجعو للشكل، إذا أنا عندي هذا هو المستوى اللي غادي يسقط فيه، إذا على ارتفاع اش كيساوي بي سي في واحد النقطة هنا في النقطة بي اللي هي الأفصول ديالها إكس بي راهو عاطينا لنا في المعطيات. إذا هي هذه. إذا هنا في المعلم متعامد منظم بي إي جي المرتبط بالأرض الذي نعتبره غاليليا، نختار لحظة مروج جي من بي أصل جديد للتواريخ، معادلتين زمنيتان لحركة جي هما. إذا عطاونا المعادلتين الزمنيتين إكس وإيكغاك. إذا هنا هذا الدرس ديال القذيفة هنا، يعني بحال قلت الحركة مستوية. إذا هنا سيسقط، هنا عندي سقوط حر ولكن في حركة مستوية. حدد قيمة تي بي لحظة وصول المتزلج إلى النقطة بي. إذا هنايا باش نحدد قيمة تي بي، دونك هنايا عندي المعادلات الزمنية وعندي المعطيات، المعادلات الزمنية وعندي المعطيات. إذا هنايا غادي بالنسبة لتي بي ما كاينش مشكل هنايا، حيت أنا عندي إي هادي بالنسبة لتي بي، عندي النقطة بي، بالنسبة للنقطة بي عندي ليها الأفصول ديالو، عندي الأرتوب ديالو، إذا ما عندناش مشكل، يعني ممكن نحسب. وأنا أصلا عندنا في بي ما كاينش مشكل، في بي احنا حاسبينو، بقى لنا فقط جي تي عندنا، بقى لنا فقط نحسب تي بي. إذا إما نحسبها من هنا ولا من هنا. إذا تي بي كتساوي إكس بي على في بي، ولا تي بي كتساوي جذر 2 إيكغاك بي على جي، إيكغاك بي بطبيعة الحال الأرتوب ديال بي راه هي ديك أش. إذا غنكتبوا الجواب ديالنا، إذا عندنا إلى آخره. تحديد قيمة تي بي، إذا عندي كما قلنا طريقتان، دونك الطريقة الأولى عندي كما قلنا انطلاقا معادلة المسافة إكس أفصول إكس بي، نحسبو تي بي عندي كاع المعطيات 0.8 بنفس، ثم المعادلة ديال الزمنية بالأرتوب حتى هي بنفس الطريقة ونجبد تي بي، دونك مكاينش مشكل. نمشيو للسؤال الموالي، جوج جوج، لتحسين إنجازه قام المتزلج بمحاولة ثانية على نفس الحلبة أ بي، حيث مر من النقطة بي بسرعة في بريم بي وحقق المدى إكس بريم بي كيساوي 18 متر. حدد قيمة في بريم بي. إذا هنا عندي هنا عندنا هنا عندي محاولة أخرى، غادي سيقوم متزلج على الحلبة أ بي حيث يمر من النقطة بي بسرعة في بريم بي وحقق المدى إكس بريم بي كيساوي 18. حدد قيمة في بريم بي، دونك عندنا محاولة أخرى. إذا هنايا حدد قيمة في بريم بي، إذا عندي إكس بريم بي، عندي المسافة وباغي نحسب بحال قلتي هنايا عندي السرعة في بريم بي، هنايا السرعة البدئية في بريم بي. بالنسبة لإكغاك بريم بي راه عندنا أصلا هو أش، دونك مكاينش مشكل. إذا هنايا
هنا يمكن ليا نمشي نلعب بها جوج المعادلات ويمكن ليا نحسب. دونك انا عندي في بريم، عندي اكس كتساوي بصفة عامة هذه اكس تساوي في تي، دونك في بي، دونك راه تكون عندي في بريم بي فوا تي. اكس بي عندي هنا، دونك خاصني تي بي. دونك الا بغيت هاد تي بي دونك يمكن نجي لهنا ونحسب. او عندي ايكغيك بي، عندنا ايكغيك بي وكنعرف انا عندي جي، دونك نجبد تي بي من هنا وندير هنا. دونك عندي اما غندير هكا ولا غادي نمشي نفكر بطريقه اخرى كيف ما كنت قلت لكم. الا كانت عندي هنا نخدم بهذه الطريقه اخرى المسافه مع السرعه يمكن نوجد معادله المسار. اذا اذا بغيت معادله المسار غندير اقصاء الزمن، نجبد تي اللي هي اكس على في ونعوضها في المعادله الثانيه ديال ايكغيك ونوجد معادله المسار هي ايكغيك بدلاله اي اكس. غيبقى ليا دونك غادي عندي اكس بي و ايكغيك بي، غيبقى عندي المجهول الوحيد هنا غيكون عندي هو في بريم بي و ثم سنحسب. اذا نمشيو نكتبوا الجواب ديالنا. اذا هنا عندي تحديد قيمه في بريم بي، اذا نحدد مثلا هذه الطريقه هنا معادله المسار ديريكت. اذا هنا نقصي الزمن، نجبد تي بريم بي ونعوض في ايكغيك بريم بي، سنحصل هذه معادله المسار. اذا عندي ايكغيك بريم بي و اكس بريم بي، دونك يبقى عندي مجهول واحد هو في بريم بي. اذا سنحسب ونقوم بالتطبيق العددي، سنحصل على 22.5 متر سكوند موند. اذا ننتقل الى السؤال، الى الجزء الثاني، دراسه مجموعه متذبذبه. اذا نثبت جسما صلبا اس كتلته ام بنابض افقي لفاته غير متصله وكتلته مهمله وصلابته كان. اذا بالنسبه لهذا الجزء هذا واخا يكون ديال النابض ربما ما يكونش عندكم، ولكن خاص هو الجواب ديالو. غنبقى ندير الاجوبه ديال الاجزاء اللي ربما ما عندكمش في الامتحان، يمكن لكم تستافدوا منها اللي بغى يستافد منها. اذا التوازن ينطبق مركز قوس جي لجسم اس مع اصل المعلم او المرتبط بالارض والذي نعتبره غاليليا شكل اثنان. نزيح اس عن موضع توازني بمسافه اكس ام ثم نحرره بدون سرعه بدئيه. المعادله الزمنيه لحركه جي هي اكس في تي كتساوي الى اخره. دونك هذه المعادله الزمنيه ولا الحل ديال المعادله التفاضليه. دونك الظرف ديال المتذبذبات الميكانيكيه والنواس المرين الافقي الى اخره. اذا كتله كل احتكاكات مهمله، عندي الكتله ام 255 غرام، هنا يخسر رد البال التحويل. تكتب معادله السرعه جي كما يلي. دونك عندي هذه معادله السرعه. باستغلال معادله السرعه حدد قيمه كل من الدور الخاص تي زيرو للتذبذبات والوسع اكس ام والطور في عند اللحظه تي زيرو ايكالا زيرو. دونك بطبيعه الحال الطور في والطور عند اصل التواريخ يعني تي تساوي صفر. اذا ما عندناش مشكل. دونك انا عندي المعادله الزمنيه وهذه معادله السرعه. الا بغيت المعادله ديال السرعه في كندير اكس بوان الاشتقاق ديال المعادله الزمنيه للحل اكس بوان. اذا هنا الا درنا الحل هنا اكس بوان دونك شيولي عندي، ولي عندي ناقص اكس ام في دو بي على تي زيرو في السينيس ديال دو بي على تي زيرو فوا تي زائد في. دونك الا لاحظنا هنا، هنا عندي هنا هي عندي السينيس اذا ناقص 0.25 وهنا عندي دو بي فوا تي وفي ما كايناش. اذا بما ان في ما كايناش اذا راه في تساوي صفر، هي الاولى بعدا في تساوي زيرو. بقات لي عندي هنايا لاحظوا معايا مزيان، هنا دو بي فوا تي وهنا دو بي على تي زيرو. اذا لاحظوا معايا هنا تي زيرو، علاش انا بقات غير دو بي؟ فين هي تي زيرو؟ نورمالمون خاصها تبقى ما كتحيدش، بمعنى ان تي زيرو هي تساوي واحد سكوند، ما كاينش مشكل تي زيرو ما فادينا. بقات لينا هنايا هنا عندي 0.25، هنا الاشتقاق غادي يعطيني هنا ناقص عندي اكس ام في دو بي على تي زيرو. اذا اكس ام في دو بي على تي زيرو هي 0 ناقص 0.25. تي زيرو كيساوي واحد، اذا بقى عندي اكس بي اكس ام في دو بي كتساوي 0.25. يعني اذا هنا اكس ام كتساوي 0.25 على دو بي وسنحصل على اكس ام. اذا نكتب الجواب ديالنا. اذا لدينا اكس اكس الى اخره، دونك الشقاق ديال السرعه الى اخره. ومن جهه اخرى حسب المعطيات في كما قلت من واحد وجوج نستنتج ان اذا هنا عندي دو بي على تي زيرو كتساوي دو بي، اذا كما قلت اذا تي زيرو كتساوي واحد ما كاينش مشكل. هنا نفس الشيء عندي تي زيرو كتساوي واحد، عندنا قيس اكس ام في دو بي كتساوي ناقص 0.25، يعني ان اكس ام كتساوي 0.25 على دو بي في تي زيرو كتساوي واحد. دونك هي هذه اذا هي 0.04 متر، في راه كتساوي صفر كما قلت. اذا نمشيو للسؤال الموالي. تحقق ان قيمه صلابه النابض كتساوي 10. دونك هنا عندي ك
كنعرفوا ان تي 0 راه عندنا تاع لو ديال تي 0 هو دو بي في جذر ك على ام. دونك هنا تي 0 راه عندي الكتله ام راه عندنا غير 255 غرام حول الكيلوغرام فقط. غندير ندخل الاوكاري باش نحيد الجذر ونحسب ك. اذا نحسب نشوفوا الجواب. اذا اعيد ما نساوش العلاقه ديال تي 0 في النواس المرين هي دو بي في جذر ام على ك. اذا هنايا عندي هي تي 0 على دو بي تساوي جذر. دونك ندخل الاوكاري تبقى عندي ك على ام. اذا ك تساوي ونديروا تطبيق عددي هي 10 نيوتن في المتر موان 2. اذا نمشيو للسؤال الثاني. حد التعبير هو اخر سؤال اعتقد. حد التعبير قوه الارتداد اف المطبقه من طرف النابض على الجسم الصلب اس عند اللحظه تي تساوي صفر. اذا هنا عندي تعبير قوه الارتداد اف. هنا سؤال قوه تحديد ماشي قالوا لك مثلا حدد متجهات ولا قال لك حدد مثلا الشده، ولكن هنايا كيعنيو بها حدد تعبير متجهات قوه ارتداد اف. بصفه عامه بالنسبه لقوه ارتداد اف هنا بما ان زاح الجسم الصلب نحو اليمين اذا اف نحو اليسار. اذا هنا عندي بالنسبه بصفه عامه المتجهه اف. اذا انا عندي اف متجه اف كتساوي اكس فوا اي بصفه عامه. دونك هنا اكس فوا اي يعني موازيه لمنحى الحركه. بقى لنا غير اكس خاصني غير اكس نحسبو عفوا بالنسبه للشده اف كتساوي ك في دلتا ال ك في دلتا ال. اذا كندير بالنسبه لاف متجه اف كتساوي اف فوا اي اف فوا اي اف شده اف فوا اي عاد الشده اف هي ك فوا دلتا ال وهذيك دلتا ال راه هي اكس. فوالا دونك نبقى ليا نحسب اكس هنا فقط. بالنسبه لاكس هو عندي الحل ديال المعادله والمعادله الزمنيه فقط غادي نعوض تي ب 0.5 ونحسب اكس ونشوف شحال صافي. اذا هنا غنمشيو نحسبوا نديروا الجواب ديالنا. اذا عندي اف بصفه عامه هي ناقص اف واي لان هنا عندي اف هنا متعاكسه مع اي. اذا هنا نمشي نحسب اكس هنا بحال قلتي هنا اكس ولا قلتي القيمه المطلقه. اذا هنا نحسبوا اكس هي عندي هي ك في اكس ام هي اكس ام عفوا في الكوس ديال دو بي على تي 0 فوا تي زائد في. دونك في راه عندنا تي 0 راه عندنا اكس ام عندنا فقط نديرو تطبيق عددي ومنه. اذا انا عندي اف ندير تطبيق عددي ونحسب غنلقى ان اف تساوي ناقص 0.4 فوا اي. اذا رد البال هذه النقطه هذه. اذا نكونوا الان قد انهينا تصحيح امتحان الوطني الدوره العاديه 2019 اس في تي. اذا ان شاء الله انتظروا تصحيح امتحان ديال الدوره العاديه سيونس مات ان شاء الله في التسجيل المقبل. ونترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.